معنا من الرياض المستشار الاقتصادي الدولي الدكتور محمد السرور الصبان. دكتور، تحية طيبة على شاشة أرتيم. عندما يجري الحديث عن نظام جديد للدفع ويجري الآن التنسيق بهذا الخصوص، ما التحديات وأبرز التحديات التي يمكن أن تقف في طريق هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. في الواقع التحدي الأكبر لهذا المشروع هو اختلاف اقتصادات أعضاء مجموعة البريكس، وبالتالي إنشاء عملة موحدة سيكون أمرا صعبا. قد يتم إنشاء عملة للتجارة الدولية فيما بين هذه الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وبقية دول العالم، لكن أن يتم تبني عملة موحدة سيأخذ الكثير من الوقت تحسبا لأية انعكاسات قد تحدث جراء اتخاذ هذه الخطوة. ما الانعكاسات المحتملة التي يعني تتحدث عنها دكتور؟ الانعكاسات التسرع في مثل هذه الأمور أخي محمد كثيرة، وهي تتعلق بحالة الاقتصاد العالمي، ما التأثير الذي سيحدثه العملة الموحدة على الطلب على الدولار الذي هو في فترة طويلة يتسيد العملات الأجنبية، ما الذي سيحدث للتضخم، إلى آخره، سلسلة من العقبات التي تواجه هذا المشروع. هو مشروع مهم، لكن التريث أيضا مهم كي لا تقع مجموعة البريكس التي تحاول أن تكون هي القطب المتعدد في العالم أن لا تقع في العديد من المشكلات التي يصعب فيما بعد. وذكرتم في تقريركم أن نظام سويفت الأمريكي يحتاج إلى معالجة، لا تستطيع أن تستخدمه، إلى آخره من العقبات التي لابد أن تدرس بصورة جيدة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة. برأيك دكتور، هل سيتقبل الغرب فكرة إنشاء منظومة جديدة للدفع المالي أو بديلا عن نظام سويفت، وهل يمكن أن نتوقع عقوبات على هذه المنظومة الجديدة، عقوبات غربية؟ العقوبات، حتى العقوبات التي فرضت على روسيا لم تنجح وارتدت على الغرب نفسه، ولذلك مسألة العقوبات هذه ستكون معقدة وصعبة ولا أعتقد أنها ستتم. لكن هذا هو الواقع في الفترة القادمة، أن الاعتماد على الدولار أدى إلى سيطرة غير مبررة في ظل العدوانية الغربية ضد مختلف الدول، بقية دول العالم. ولذلك أنا لا أستبعد العقوبات، لكن الدين العام الأمريكي كبير وكبير جدا، وهم يستندون ويعتمدون بشكل رئيسي على في الطلب العالمي على الدولار لمزيد من طباعة الدولار، لكن هذا لا يلغي مسألة الدين الأمريكي الذي يثقل كاهل الخزانة الأمريكية، ولذلك هي مسألة صعبة وليست بالسهولة التي يتصورها البعض. هذا الاجتماع الذي جرى في موسكو وهو يجري يعني في الآن الصيغة الجديدة لبريكس بعد انضمام عدد من الدول إليها من ضمنها المملكة العربية السعودية، ما أهمية انضمام الدول العربية بالتحديد إلى منظمة بريكس بمواردها يعني إيراداتها بخبرتها في المجال الاقتصادي؟ البريكس يضم كبار منتجي النفط وكبار مستهلكي النفط. كبار منتجي النفط لدينا روسيا، لدينا المملكة العربية السعودية، لدينا الإمارات إلى آخره، وكبار مستهلكي النفط لدينا الصين، لدينا الهند أيضا إلى آخره. فكل هذه الدول تستطيع فيما لو تم استبدال الدولار بعملات محلية والعملة الموحدة، فإن هذا سيدعم اقتصادات هذه الدول وسيؤدي إلى سماع كلمتها بشكل قوي. نعم. وسيدعم أوبك بلس أيضا
التي فيها معظم أعضاء مجموعة البريكس، ولذلك المجموعة هذه لا يجب أن يستهان بها، ولذلك تحاربها الولايات المتحدة ويحاربها الغرب. وفي رأيي أننا لا نهتم بهذه المحاربة ولا العقوبات، لأننا كما نذكر دائما وكما تذكر المملكة العربية السعودية وكما يذكر بقية دول العالم، أننا دول مستقلة ذات إرادة مستقلة، لا يمكن أن نقبل أن تفرض علينا أوامر من الخارج تمس سيادتنا. أشكرك جزيلا من الرياض المستشار الاقتصادي الدولي الدكتور محمد السروري الصبان. شكرا.